والله إني قلق يا أخي العباس من أن ننزل دفعة واحدة في سهول ووديان مجهولا. قال العباس: وهل تقلق ومعك رسول الله يا رجل؟ إنه نبي مرسل ولا ينطق عن الهوى، وإنما هو يوحى إليه. لقد آمر رسول الله أن تقسم الجيش إلى مجموعة من الفرق، وتكون أنت في المقدمة على رأس 1000 مقاتل. فداك أمي وأبي يا رسول الله، والله نعم الرأي، فنحن لا ننتصر بعدد ولا عتاد، وإنما بإيماننا بالله الذي ينصر رسوله ويظهر دين الإسلام. قال العباس: أيها المسلمون، يا جند الله، رسول الله يبشركم بنصر كبير إن جلدتم وكنتم من الصابرين. والله إني ينتابني شعور بالهزيمة قبل أن تبدأ المعركة. كيف ذلك يا رجل؟ كيف ذلك ونحن نعتلي الجبال ونملك الوادي، وهم في طريقهم لا يعلمون عن أمرنا شيئاً؟ سنقضي عليهم لا محالة. كيف أقاتل وأنا منشغل بأهلي ومالي الذي وضعهما مالك خلفنا هكذا؟ يا رجل، إنه داهية، فقد جعل النساء يركبن الجمال في الخلف ليزداد عددنا فيرتعب المسلمون. وصل خالد بن الوليد مع فريقه إلى حنين، فأصبح في مرمى الرماة من هوازن، لكن مالك بن عوف أمرهم أن ينتظروا قليلاً حتى يدخل في مرمى سهامهم عدد أكبر من المسلمين. ألا تعطي إشارة فنهجم عليهم الآن؟ انتظر يا رجل حتى يصبح أكبر عدد منهم في مرمانا، فنشد عليهم ونخرج إليهم مرة واحدة. نعم الرأي يا مالك. نجحت خطة مالك بن عوف في البداية، حيث انتظر المسلمين واضعا لهم الكمائن، واختبأ رجاله بين الشعب وخلف الأشجار، وفي اللحظة المناسبة انقض جيشه على جيش المسلمين ورموهم بالسهام، فارتبك جيش الإسلام وتراجعوا وتشتتوا، واصطدمت الفرق مع محاولات الابتعاد عن كمائن هوازن. درس جديد هذه المرة يعلمنا إياه رب العالمين من فوق 7 سماوات، حيث اغتر بعض المسلمين بعددهم وأخذتهم نشوة القوة، وشعروا بالنصر حتى قبل المعركة التي بدأها أعداء الله عليهم. ونزلت الآية الكريمة: بسم الله الرحمن. انهزم المسلمون في بداية المعركة، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظل ثابتاً واثقاً بنصر الله، فركب بغلته وشد عليها لتجري في اتجاه هوازن، وكان معه القليل من المسلمين، منهم عمه العباس الذي كان يحاول أن يوقف بغلة رسول الله خوفاً عليه. قال العباس: يا رسول الله،
أنت في مرمى سهامهم. يقول رسول الله: أنا رسول الله لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. استرح استرح يا خالد، فقد أصبت إصابات شديدة. لا راحة إلا بالنصر أو الشهادة يا أخي. سقط خالد مغشيا عليه. قال العباس: يا معشر المسلمين، هلموا إلى رسول الله، يا معشر المسلمين، هلموا إلى رسول الله. جرأة وشجاعة منقطعة النظير أظهرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحديه وثباته واتجاهه نحو المشركين وهم على غلبة، وطلب من العباس أن ينادي في المسلمين ويقول: يا معشر الأنصار، يا أصحاب بيعة الرضوان، هلموا إلى رسول الله. قال العباس: يا معشر الأنصار، يا أصحاب البيعة، هلموا إلى رسول الله، هلموا إلى رسول الله. أيها المسلمون، أيها المسلمون، رسول الله يناديكم، ارجعوا. ألا تسمعوا العباس؟ يا أصحاب بيعة الرضوان، ارجعوا ارجعوا. والله إنا سمعنا وأطعنا، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله. ثم نادى العباس على بقية المسلمين فأتوا ملبين نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا ربه قائلا: اللهم إني أنشدك ما وعدتني، اللهم لا ينبغي لهم أن يظهروا علينا. وقف شيبة بن عثمان بن أبي طلحة يراقب النبي، وحينما وجده قد تعرى وانصرف الناس عنه فرح فرحا ليس هو المنتظر من شخص مسلم، وكان قد قتل أبوه يوم أحد. والله ما خرجت معك يا محمد لنصرتك، وإنما خرجت خوفا من أن تظهر هوازن على قريش. الآن سوف أدرك ثأري يا محمد. التفت رسول الله إليه ووضع يده على صدره وقال: اللهم اهد شيبة. قالها ثلاثا وهو واضع يده على صدره، ثم رفع يده. والله يا رسول الله، ما إن رفعت يدك عن صدري حتى ما كان أحد من خلق الله أحب إلي منك. رحمة رسول الله تظهر دائما حتى في أحلك الظروف، فتعلمنا وتهدينا، وهو درس آخر من دروس رسول الله في سيرته العطرة. وكذلك تعلم المسلمون الدرس، وعلموا أن الله هو الغالب، وأنهم لا ينتصرون بعدد ولا عتاد، وإنما بإيمانهم، ولهم في ذلك أمثلة كثيرة مثل بدر ومؤتة. فأنزل الله سكينته عليهم وأنزل ملائكته.